السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم مكون الإملاء في اللغة العربية المستوى الخامس ابتدائي. كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. مكون الإملاء عليه 10 ديال النقاط من بعد ما درت الشكل وفهم المقروء في فيديو، وفي فيديو آخر درنا الصرف والتحويل والتراكيب. اليوم غنديروا مكون الإملاء وبعده إن شاء الله التعبير الكتابي. اذا مكون الاملاء 10 ديال النقاط، عندنا 3 ديال الاسئله هنايا بسيطين جدا. اذا السؤال الاول، اكمل بالتاء المبسوطه او التاء المربوطه. اذا هنايا الدرس كيخص ماذا؟ التاء المبسوطه والتاء المربوطه. فوقاش كتكون مبسوطه، فوقاش كتكون مربوطه. اذا هنا عندي كائنات، حياه، طفله، وقفت، طاولات، جلست. اذا هنا غادي نبداو بكائنات. كائنات بطبيعة الحال غادي تكون مبسوطة، التاء مبسوطة. لماذا؟ لأنه هنا عندي ماذا؟ عندي جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. إذا ما عنديش ليسباس هنا باش نكتب لكم. هنا حياة، حياة تاء مربوطة بطبيعة الحال، وقبلها ماذا؟ قبلها ألف. إذا قبل منها واحد الألف، قبل منها ألف، إذا غتكون مربوطة. طفلة عندي هنا غادي تكون بطبيعة الحال بالتاء المربوطة، طفلة. علاش؟ لأن ما قبلها فتح، طفلة لا تون، صافي ما قبلها فتح. هنا وقفت، هنا حيت فعل، نعم، إذا هذا وقف فعل، فعل وقف. طاولات هنا عندي جمع، جمع مؤنث كذلك، جمع مؤنث، نعم. جلست، جلست كذلك، لأن هي سكون، جلست تاء مبسوطة لأنها فعل. إذا كائنات تاء مبسوطة، حياة تاء مربوطة، طفلة تاء مربوطة. كائنات حيث جمع مؤنث سالم، حياة حيث ما قبلها ألف، طفلة حيث ما قبلها فتح، وقفت فعل، طاولات جمع مؤنث، جلست مبسوطة لأنها فعل. السؤال الثاني، أكمل الكلمات التالية بهمزة وصل أو همزة قطع. إذا هنا كنتكلموا على الدرس ديال الهمزة ديال الوصل والهمزة ديال القطع. فوقاش كنديروا همزة الوصل وفوقاش كنديروا همزة القطع. إذا هنا عندنا اسم هكذا، أمة بالهمزة هكذا، إنصاف هكذا، استمتع، نعم. إذا هنا سداسي همزة هكذا، أشرف هكذا، أحمد أشرف، أحمد، أحمد اسم، استمتع سداسي كذلك، إنصاف هو مصدر، مصدر لفعل أنصف فعل رباعي. إذا هنا عندنا همزة الوصل، هنا همزة القطع، هنا همزة القطع، هنا همزة الوصل، وهنا همزة القطع، وهنا همزة القطع. إذا نلاحظ هنايا اسم ما كنديروش الهمزة، ما كنكتبوهاش، ما كنكتبوش همزة القطع، وهنا كذلك ما كنكتبوش همزة القطع. هنا استمتع، علاش ما كنكتبوش همزة القطع؟ لأنه سداسي، صافي، لأنه سداسي. نعم، غندوزو للسؤال ثلاثة، اكتب ما تمليه علي أستاذتي أو أستاذي. إذا هنايا الإملاء، تملي كلمات بطبيعة الحال لها علاقة بالدرسين. إذا الدرسين اللي كتكلمنا عليه هنايا في السؤال الأول والسؤال الثاني، من طبيعة الحال الأستاذة أو الأستاذ غادي يملي لكم الكلمات عندها علاقة بالدرسين، التاء المربوطة والمبسوطة، وكذلك همزة الوصل والقطع. مثلا نبداو بالدرس ديال الأول، درس التاء المربوطة والتاء المبسوطة. نعم، أولا أفتح لكم مثلا سكينات، دنتون مربوطة، نافذات هنا جمع، مسحت هنا فعل، بنت، بنت ما قبلها شنو؟ ما قبلها سكون، بحال سكينة، نعم، ما قبلها سكون. إذا سكينة تاء مربوطة، هنا نافذة تاء مربوطة، مسحت تاء مبسوطة، هنا تاء مبسوطة. بعدها نديرو امرأة، امرأة، شوف لاحظ امرأة شنو درنا؟ درنا همزة الوصل. أخرج همزة قطع، إلى همزة القطع، أحلام همزة القطع. ثانيا، ثانيا مثلا غنكتب لكم واحد الجملة، استطاعت المتعلمات الإجابة
عن الأسئلة أو عن المسألة. إذا هنايا استطاعت تاء مربوطة مبسوطة عفوا، والألف هنايا همزة الوصل. المتعلمات تاء مبسوطة كذلك، أو لا ممكن نديرو المتعلمة، استطاعت المتعلمة تاء مربوطة، تاء مربوطة قبلها فتح. الإجابة الإي هنايا همزة وهمزة قطع، لماذا؟ لأن مصدر أجاب فعل رباعي. الإجابة عني المسألة، المسألة صحيح؟ نعم، إذا تا مربوطة كذلك هنا. إذا وبهذا غادي نكونوا كملنا هذا الفيديو اللي كان كيخص فقط مكون الإملاء من اللغة العربية. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.